اليوم عندنا توافق مغلوط بين إيتا ماجور اللي كانوا البارح في الأيام مشي مدة 3 سنين. هذاك نذكر إيتا ماجور اللي هو النهضة والنداء. اللي زيتا ماجور سو سون ديابوليزي ميتوالمون. هذايا هما يعني شيطنوا بعضهم في 2011 ما وقعش تماما. باهي 2011 التكتل عمل الحملة نتاعو على المصالحة الوطنية، عمل الحملة نتاعو على الدستور إلى غير ذلك. بعد 3 سنين من الشيطنة المتبادلة العباد دخلت في نفس الحكومة. هذا بالطبع المواطن ماهوش لا هو فاهمه ولا هو قابله. واللي أخطر من هذايا هو كونه التحالف هذا ماهوش باش يؤدي، لان شيطنا بتخلي تراس بتبيع. البارح نسب فيك، اليوم نقول لك ايجا انت عشان فهمتني ان الهجس نتاعي نخمم في المواطن. نقول اذا كان ثم حاجه مش مساعدته لشكون باش يمشي يحكي؟